لأنه يكتب أنه مغني لأنه إنما أنا ألتحق به لأنه إله فقط وإن أفقرني. يبقى ده التحق بمين؟ التحق بالمين بالذات. فسيدنا إبراهيم لما صف نفسه من هذه العقائد قال أنت مأمون على أسرار قومك. خذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي ويبقيها الحق سبحانه وتعالى لكل من مخلص الارتباط بخالقه. اي واحد يخلص الارتباط بخالقه ربنا يديله ايه؟ يديله عطاءات من اسرار من اسرار كونه. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا كثيرا من المثل في القران يقول ايه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. حين تكون مامونا على ما عرفت من احكام الحق لحركه حياتك وتنفذه يقول له انت امين على اسراره. خذ دي زياده. خذ دي زياده. اتقوا الله ويعلمك ايه؟ ويعلمكم الله. يبقى تتقي ان تلتحم بمين؟ بالحق. واذا ما التحمت بالحق كنت في دائم الفيضات من مين؟ من الحق. لان الذي في معيته لابد ان يخلع الحق عليه من ايه؟ من صفاته ما يذل صلته بربه ويطمئنه عليه. احنا مثلا لما جينا في مثلا قصة الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر في الغار، ألم يقل سيدنا أبو بكر لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؟ قضية كونية، يعني فيه تبص كده هتشوفه. يقول له الرسول يرد عليه يقول له إيه؟ بقى لو نظر أحدهم تحت قدم وراه، صحيح المسألة دي كقضية كونية ظاهرية واضحة. فالرسول ينقله إلى عالم ملكوت تاني خلاص. يقول له يا أبا بكر ما بالك باسمين؟ الله ثالثهما. طب وما وجه هذا الرد؟ هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدمه لايه؟ لرآه. يقول له ما بالك باسمين الله ثالثهما؟ يعني بيقول له اطمن ما حدش يشوفني. وبيجيب لي الاصل ليه؟ لان اثنين الله مين؟ وما دام في معي وما دام هما في معية الله والله ثالثهم والله لا تدركه الابصار. يبقى من في معية الحق منتصق به يبقى لا تدركه الابصار. فبقول له اطمئن مش هيشوفونا لو وعظنا تحت قدمه مش هيرانا. ليه؟ قال لك لان ما بالك باثنين الله ثالثهما هم في معية من لا تدركه الابصار. يبقى ما دام في معية من لا تدركه الابصار يبقى لا تدركه الايه؟ لان الضعيف حين يكون في معية القوي قانون القوي هو الذي ايه؟ هو الذي يتغلب. ما تقولش قانون الضعيف هنا بقى. ده الانسان منا لم يشوف لما يكون ولد الاطفال في سنه يضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه وبعدين يشوفوه في ايد ابوه محدش يقدر يجي ناحيته. الله. اما الناس بتقدر على الناس ليه؟ الناس ما تقدرش على بعض الا انت اذا انفلتوا من معيه الله. انما واحد في معيه الله لا يفترئ عليه ايه؟ لا يفترئ عليه احد ابدا. ربنا يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ويمثلها في مين؟ في رسول من كل علم من الرسل مع عبد صالح آتاه الله لأنه اتقى شيئا من علمه وطيره. اللي هي في قصة مين؟ رسول كلتاه. عبدا من عبادنا آتيناه ايه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. يعني مش جاي عن طريق المين؟ مش جاي عن طريق الرسول. هو أخذ منهج الرسول الذي جاء به فأداه حق الأداء فاتصل بالحق. ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه؟ بيسموه ايه؟ بقى على طول. الله من لدن علم. قال له ولذلك القضيه تستعجل. موسى ينظر في عالم الملك والذي اتاه الله من لدنه رحمه واتاه من عنده علما ينظر من عالم الملكوت. لكن موسى معذور لانه بينظر في الدائره اللي ايه؟ في دائره الاسباب. والعبد معذور ناحية. لانه بينزل في دائره مين؟ في دائره الوزن. هيقول لك وما فعلته عن امري. انا مش شطاره منه مش دعوه بالحكايه دي. يقول شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثالث. العبد الصالح يقول انك لن تستطيع معي صبرا. يبقى عذر ولا ما عذروش؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى اداله عذر ولا لا؟ أما ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي
الله بقى الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له اه ما هو العبد الصالح خطف المنهج من الرسول ونفذه كما ايه كما والتحم به مش في الرسول بقى التحم بنور السن الرسول والنفوذ عليه تقاطع يعلمه فربنا جبلنا مع رسول من اولي من اولي العزم قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء ليه؟ قال لك لانه عارف انه هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم الايه؟ في عالم الملكوت ومساله صعبه قوي على بعض. قال له ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ايه؟ ذكرى. انطلق. طب حين ركب السفينه خرقها العبد الصالح. الخرق افساد ظاهري في عالم الملك. لما تشوفه يقول لك لا هي افساد ايه؟ ظاهر. فموسى يقول ماذا القليل اختبر انت اعتديت على سفينة يقول لها مين يا مش عارف ايه والله فازاي اعتديت عليها بالافساد قال انا مش قلت لك انك انت مش هتصبر معي ولا لكش طاقة معايا لانك ما تدريش المسائل دي ايه قال بس افتكرت وبعدين جه حكاية الغلام وبعدين جت حكاية الايه الجدار حين ننظر الى المسألة نجد عالم الملكوت بيصحح الشذوذات في عالم الملك. عالم الملكوت يصحح ايه؟ الشذوذات في عالم الايه؟ احنا قلنا ان خرق السفينه افساد ولا لا؟ لكن اذا علم موسى ان هناك ملك ياخذ السفن السليمه الصالحه كده ويستولى عليها وينصبها. ودي بقى السفينه لمساكين يعملون في البحر. وعايز العبد الصالح يحافظ لهم على السفينة عشان الملك المحتسب ده ما ياخدهاش يوم يعمل فيها ايه يخرق عشان الملك والمخروع بلاش يسيبوه يبقى اذا المقارنة مش بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة لا المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا تبقى هي اللي احسن يبقى المخروقة احسن قال نصلحها يبقى لو علم موسى نفسه بهذه المسألة كان هو اللي خلقها ولا لا؟ إذا لو علم صاحب نظرية الملك ما في نظرية الملكوت من أسرار لفعل هو إيه؟ لفعل هو هذا. إذا فعلم نيجي مثلا في وقت الغلام طب دي سفينة وبعدين مشوا كده أم رأى غلام فقتله قتل غلام وغلام ذنبه إيه؟ ونقعد بقى نعمل إيه؟ إيه؟ يقوم يفسرها له يقول له أما الغلام فكان أبواه إيه؟ مؤمنين عال كده خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا يقعد بقى عايزين يدللوه يمكن يجيبوا مال من حرام يمكن انا مش عارف ايه من الله ويعمل لهم فتنه طيب عال اما قال لك مين ياخد الغلام ده من سكتهم عشان يظل لكم ايه؟ الايمان ودينهم لما دام ظل لهم الايمان ودينهم تبقى دي غايه في الغايات ولا لا؟ غايه في الغايات طب والغلام ذنبه ايه؟ تقول والله ما انت عارف ده ذنبه ايه؟ ده ربنا عجل به الى الجنه مباشره يبقى عمل في الاثنين جنيه ولا ما عملش جنيه؟ يبقى عمل في الاثنين جنيه، ليه ما تقولوش قتل الغلام ليه؟ لانك انت تسحب عليك الغلام لما يكون الغلام ده انت فاهم انه هيوفق في الدنيا وهيعمل كذا وهيعمل لا ده هو خدها من ايه؟ وقصر له مسافه التجربه في الدنيا ووداه الى مين؟ ووداه الى الجنه، يبقى اذا عمل في الاب في الوالدين ايه؟ جميل، وعمل في الغلام جميل ايضا انه عجل به الى الايه؟ طب لما جه في الجدار قال لك يا اخي ما انت تشوف برضه عالم الملك هنا وعالم الايه؟ عالم الملك في ظاهر الامر لما اتيا اهل قريه استطعما اهلها معنى استطعما اهلها يعني طلب ايه؟ طعاما وطلب الطعام شهاده صدق في الضروره لما يقول لك اديني فلوس يمكن فول ده بيدكنها بقى وبيحوش وهيبقى على قلبه كله مش عارف ان انت بقول لك الدنيا رغيف اكل هل تعتقد ان واحد شبعان يقدر ياكل؟ ما يقدرش ياكل اذا ما دام بيقول لك الدنيا رغيف اكل يبقى معناها ايه؟ ده آية صدق الضرورة أن تطلب طعام، يقول واحد يجي يخاف لا تدعو لك بس يقول الله يجيب لي رغيف وشوية فولة كله. يبقى ده صادق ولا مش صادق؟ طب ما دام استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يبقى دول إيه بالنسبة للخلق؟ لئام ولا كرام؟ ده ما قالهمش ادونا فلوس، ما قالهمش ده بيقول ادونا بقى ايه؟ ادونا ناكل. طيب ما رضوش ادوهم اكل. وبعدين العبد الصالح شاف جدار يريد ان ينقض،
يعني شاف جدار كده قايم من ايه؟ من السعود. أم أقاموا وقعد يبنيه ويعملوا مش عارف ايه وبتاع والجزيرة. فصيبنا موسى زعل، احنا استطعمنا هؤلاء فلم يطعمونا فكيف تبني جدارا لهم وهم ما ادوناش الطعام؟ كان يصح ان تاخد عليه ايه؟ اخذ، لان قلت لان ما ادوناش الطعام اللي احنا طالبينه. سيدنا موسى بيقول كان حسب الظاهر، لكن العبد الصالح لما حد يشرح المساله قال لي انت لو عرفت انا عملت كده ليه؟ طب ما انا عملت كده عشان هم لقام ولا ادوناش طعام، فحبيت اجازيهم واعاقبهم. ليه؟ قال لك لان ما دام لقام ولا ادوناش طعام ونحن قد طلبنا الطعام، لو ان الجدار وقع وظهر الكنز تحت وهم لقام بهذا الشكل كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ياخدوا الكنز ده وياكلوه على مين؟ يبقى انا دلوقتي انا جاملتهم في اني ما خدتش الاجر، ولا عملت فيهم فصل لاني ما خدتش منهم؟ طب ده انا عملت فيهم فصل، ده انا دليت عليهم الايه؟ عليهم الكنز. وبعد ذلك تلتفت تشوف عالم الملكوت بقى. عالم الملكوت شغل في غير عالم الايه؟ الظهر. طب هو الجدار يريد ان ينقض. فاقامه. ليه؟ قال له عشان لما العيال يحضروا بقى كده الايه؟ ياخدوا الكنز بتاعهم. طب وايه اللي هيعلم العيال ان فيه كنز تحت الجدار ما دام الجدار قد بني؟ لازم العبد الصالح بناه بهندسه ايمانيه الهمه الله بها، بحيث اذا بلغ الولدين الرشد الجدار ايه؟ يبقى بناء موقت موقوت، زي ما تظبط المنبه على كذا او تعمل القنبله الزمنيه على كذا، برضه هو بناء ايه؟ بناء ايه؟ موقوت، بحيث انه اذا بلغ الرشد يحصل ايه؟ يحصل ان الجدار يقع، وبعدين لما يقع وهم كبار يبقوا ياخدوا ايه؟ ياخدوا. يبقى فيه نظام عالم الملك وفي عالم الايه؟ يبقى عالم الملكوت هو الشيء الذي يغيب عنا وراء الاسباب، وكثير من الناس يقف عند الايه؟ عند الاسباب، ولا ينتقل من الاسباب الى السبب المباشر إلى, الى 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 ان ينتهي الى سبب ليس بعده ايه؟ ليس بعده سبب. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ليه؟ قال لك وليكون من الموقنين. الله، هو كل ما تجيله حاجه يعني حاجه جديده كده يعرف من الملكوت، يبقى يتيقن ولا ما يتيقنش؟ ليكون من الموقنين. موقنين دي جمع، يبقى موقن ايه؟ قال له ثلاثه يا شيخ، موقن ايه؟ وموقن وموقن. يقول له ايه؟ لأن اليقين عندنا بينقسم إلى ثلاث مراحل. يقين من بعلم من تثق فيه. يقول لك الشيء الفلاني كذا كذا فتثق فيه وتتيقن لأنه ما يكذبش عليك. ويقين بعين ما تخبر به. ويقين بحقيقة المخبر به. يبقى كم حالة؟ ثلاث حالات. يبقى في العلم من الموثوق به يعطيك ايه؟ يقين. وعين المخبر به تعطيك يقينا ازيد، وحقيقه الموقن به تعطيك حقيقه ازيد. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا مثلا ابقى انك سافرت الى بلد وبعدين كنت تحكي عن مشاهدك فيها، فقلت مثلا لمن تحدثهم انني ذهبت الى البلد الفلاني فوجدت فاكهه في حجم البطيخه ولون البرتقاله وطعم المانجا ورائحة الايه؟ التفاح. شوف الفاكهة فيها كم ايه؟ وانت صادق عندهم يبقى خدت منك، خدوا منك ايه؟ صورة الشيء بس، نقل صورة ذهنية لما رأى. لكن لأنك صادق تيقن ان انت مش هتكذب، هتكذب في ده ليه؟ يبقى ده خدوا ايه؟ علم، علم ايه؟ يقين. فإذا ما دخلت الحجرة وجبت الفاكهة اللي انت جبت واحدة منها وياك وحطيتها كده ايه؟ قدامه، انتقل العلم اللي هو صورة ذهنية إلى ايه؟ حقيقة، بقى عين الايه؟ بقى عين اليقين. وبعدين جبت السكينة وشققتها بقى وقلت لكل واحد خد شقة وكلهم مش عارف، يبقى حقيقة ايه؟ حقيقة اليقين. يبقى اليقين مراتبه كام؟ ثلاثة. وما دام مراتبه ثلاثة يبقى في يقين علم، يقين عين، يقين حقيقة. يقين حقيقة. حق سبحانه وتعالى قلنا لما عرض هذه المسألة
عرضها في صورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا إيه؟ سوف تعلمون، سوف تعلمون، ثم كلا سوف بيأكدها، كلا لو تعلمون علم اليقين. إذا أخبرتكم يبقى بالصورة العلمية تنيني يكون أنا أخبرتكم، خلاص يبقى علم إيه؟ اليقين. لو تعلمون علم الإيه؟ ثم لترونها عين اليقين، هتشوف الله في الآخرة كده. لكن حقيقة اليقين ما جاتش في هذه الصورة، إنما جاءت في صورة أخرى، وإلى لقاء آخر.